ابشروا، النور المقطوع ده هيزود تعداد السكان. حصلت مره في عهد الرئيس عبد الناصر، اتقطع ليله، انفجار سكاني السنه اللي وراها. ما هو الناس هتعمل ايه؟ انت بتضحك، النور مقطوع، لا في تلفزيون ولا في عمرو اديب ولا في خالد ابو بكر ولا في مسلسل ولا تركي ولا بتاع. احنا هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ هنجيب عيال